زي ما شاهدنا في هذا التقرير، مبادرة كلية الإمام الهادي الجامعية وبالتعاون مع جمعيات الطلاب هي سيرت قوافل لدعم المتضررين جراء السيول والفيضانات اللي أثرت بها عدد من ولايات السودان. يعني المبادرة جميلة، وعدد من المبادرات الأخرى المختلفة هي مبادرات شبابية. يعني أنا دائما بكون مبسوطة جدا لما يكون في شباب هم البلاد، وما البلاد فقط، وهمهم الصحة. صحة أولا، يعني واحدة من الأشياء الأساسية في حياتنا. مبادرة شبابية أيضا مختلفة. وداخل الاستوديو معنا عزة عبد الله محمد، الأستاذ عزة عبد الله محمد، عضو مكتب الخدمات بمبادرة تأهيل مستشفى أم درمان التعليمي، واحدة من الصروح المهمة جدا، الصروح الصحية المهمة في البلاد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عزة، وصباح الخير عليك. صباح النور، الله يسلمك. الله يخليك. كلمينا أولا عن فكرة وتاريخ إنشاء المبادرة، مبادرة تأهيل مستشفى أم درمان التعليم. والله المبادرة طبعا بدأت من شباب جميلين شديد، كانت بمنتصف شهر 8 2019، فجاءت الفكرة بعد الثورة وكده وتجمع شباب واجتماعات، نشأت الفكرة كده يوم 8 شهر 8 كده بالضبط. بدأت شهر 8. شهر 8 يعني كيف الفكرة، كيف أطلقتوا فكرة المبادرة عشان الشباب كلهم انضموا لكم لهذه العملية؟ بنقول مبادرة تأهيل المستشفى معناها شغل ميداني أكثر. أيوه. كيف كان يعني تجميع الشباب لهذه المبادرة تحديدا؟ القيادة طبعا. كلكم تلاقيتوا في القيادة؟ القيادة أيوه. جميل. في ناس من أم بدة، في ناس من أم درمان القديمة، في ناس من كريري. يعني كلهم من أم درمان. كلهم من أم درمان. أيوه. اهتموا بشأن أم درمان. كلهم. طيب أول خطوة فعلية كانت للمبادرة متى؟ أول خطوة فعلية كانت برضو بداية شهر نهاية 8، كانت بدينا بالنظافة، نظافة المستشفى من الداخل والخارج، لحد ما دخلنا العنابر جوا. أول خطوة لنا انشأنا قسم لغسيل الكلى، لأنه مع المستشفى ما كانت فيها غسيل كلى، كان بسعة 12 سرير في اليوم، يعني بيستقبل في حوالي 50 حالة. أسي العنبر ما شاء الله ماشي شغال بدأت على قصير الكلى. نعم. عزة، يعني الموضوع صح، هذا موضوع صعب ما سهل، وعشان احنا نقدر يعني يمكن دي واحدة من الصور اللي معانا، يعني أيوة. مبادرة تأهيل مستشفى أم درمان التعليمي. أيوة. والصيانة وغيره، هنتكلم عن شكل الصيانات اللي تمت لمستشفى أم درمان التعليمي حتى الآن، تفضلي. تاني مشينا العنابر بتاعة المستشفى للطوارئ. كانت 4 عنابر، كل عنبر فيه 6 سراير. تاني مشينا للطوارئ، عملنا غرف الاي سي يو، السي 1 والسي 2، عملنا لهم صيانه تاهيل. وتاني عملنا غرف حقه الانعاش الرصص مع مبادره اسمها مجموعه اسمها اطباء بلا حدود، معروفة طبعا عالميا، عملنا معها شراكة ودعمونا دعم شديد. نعم. انشأنا غرفة عناية مكثفة. يعني انتوا الصيانات اللي قمتوا بها كثيرة جدا جدا. ايوه كثير. المستشفى صرحي عظيم جدا، عانى وتدهور صحيا، ولما المستشفى يعني تتأثر او تكون يعني غير مؤهلة، المواطن كذلك بيتأثر بصورة كبيرة جدا جدا. فعلا. وما بيكون عنده ثقة في انه هو يعني يلجأ لمستشفى حكومي او غيره. فعلا. وامكانياته بتسمح انه يمشي مستشفى خاص. مبادرة فعلية حقيقية، يعني ترفع لكم القبعات احتراما على هذه المبادرة. لكن عايزين نتكلم عن الشراكات الداعمة بالنسبة لكم، لأنه احنا بنتكلم عن تأسيس من جديد، تأسيس بأقل الإمكانيات لكنها برضه في نفس الوقت عظيمة. يعني إذا كان أنتم أهلتوا مكان لغسيل الكلى بيضم عدد كبير جدا من الناس، صيانة عدد من العنابر، تغيير جدران الحوائط بالبهيات وغيره، معناها الدعم محتاجين دعم مادي. أيوة. الشراكات والدعومات من وين بالنسبة لمبادرة تأهيل مستشفى أم درمان؟ أيوة، دعمونا أول حاجة شركة كوفتي، عملت لنا غرفة العناية المكثفة الآي سي يو. جميل. تاني نشكر برضو مبادرة نحن معاكم الفنانين، برضو في أهلوا معنا مركز العزل اللي هي في عنابر الجراحة رجال سابقا. نحن معاكم دي مبادرة لمجموعة من الفنانين. أيوة. جميل. عدد من الفنانين وقفوا معنا وقفة شديدة. تاني نشكر برضو مبادرة موفيز، دكتورة آلا حمدتو، وفرت لنا الأجهزة بتاعت التنفس الاصطناعي في عنابر العزل والأدوية.
ودي المبادرات اللي شاركت معنا. دي الناس اللي دعموكم. تتقبلوا اكيد فعليا اي دعومات؟ ايوه طبعا. يعني عندكم يعني موقع الكتروني او حساب بنكي او رقم هاتف عسى ولعل انه اهل الخير اللي بيبادروا دائما بالخير داخل وخارج السودان يدعموكم؟ احنا بنتكلم عن نظام صحي مهم أيوة. جدا في السودان. ايوه في مكتب مختص بامور التبرعات يعني مكتب قائم بذاته في داخل المستشفى؟ لا يعني احنا موزعين على نظام يعني مثلا مكتبات خدميه يعني ما مكاتب على ارض الواقع، مكاتب مثلا على مواقع التواصل، يعني اي زول في المبادره بدونهم هم. عندكم يعني موقع عندكم حساب على مواقع التواصل الاجتماعي مبادره باسم المبادره نفسها؟ ايوه عندنا جروبات. نعم جميل. يعني الناس اللي حابه، المشاهد الكريم اللي حابه يكون عنده دور في هذه المبادره على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي مبادره اهي المستشفى مدرمان التعليمي. سريعا استاذ عزه، المشاريع المستقبليه للمبادره توقع منكم شنو؟ المشاريع المستقبليه حاليا شغالين في العيادات المحوله الاسنان بسعة 3 كراسي بتستقبل 50 حالة يوميا. دي حيتم الفتح عن مغرب. أما المشاريع الجاية حاليا بندرس مشروع الصرف الصحي، لأن المستشفى معاني شديد من موضوع الصرف الصحي بواسطة مهندسين، إن شاء الله المشروع يزبط. وتاني عندنا مشروع دايرين نضع خرط للمستشفى ذاته بواسطة مهندسين من جامعة السودان، خريج الدفعة 15 مهندسين ذو كفاءات، هم حيضعوا خرط للمستشفى. وبرضه حنحل مشكلة القاز الطبي اللي هو الأكسجين، يعني برضه بنعاني منه. وإن شاء الله كده إن شاء الله ربنا يوفقكم. الأفكار كثيرة جدا، أفكار كثيرة للمستشفى، كل ما تسدوا ثغرة بتلقوا ثغرة أخرى، لكن إن شاء الله أنا متأكدة وعندي أمل كبير جدا إن الشباب قادر إنه يغير في الواقع في السودان. شكرا جميل استاذ عزه عبد الله محمد، عضو مكتب الخدمات بمبادره تاهيل مستشفى مدرمان التعليمي على هذه المساحه. شكرا جزيلا. الله يسلمك. الله يخليك.